لقاءات دورية لهؤلاء المكتتبين أمام مبنى وكالة عدل تشهد عليها منطقة السعيد حمدين بالعاصمة، يأتون من مناطق متفرقة ليجمعهم مطلب واحد، وهو الحصول على سكناتهم التي انتظروها منذ العام 2001. يا خويا 18 سنة وحنا نستناو، كل شهر يقول لك الشهر الجاي راح تسكنوا، الشهر الجاي راح تسكنوا، العام الجاي راح تسكنوا، رانا في 18 سنة، يا خويا سنينا بزاف، والله ما عندنا درهم باش نزيدوا نكريو، ما لقيناش حل وين نروحوا، يسكنونا يعطونا ديورنا كيما راهم، احنا كبرنا وقتاش نسكنوا في هذه الديار، وقتاش ما على باليش وقتاش كل خطوة يقولنا سنة وسنة وانا قدام لا ديار، انا كل ما نجو هنا نديروا لاشين وندخلوا، احنا حبينا الوزير يشوف فينا، يشوف في هاد الناس القلالين اللي راهم هنايا غير الناس القلالين، ماهمش هنا لي ملياردير المرفهين. المجموعة الأكبر من هذا التجمع توشك أن تنهي لقاءاتها عقب تطمينات جادة من مدير الوكالة. سيتي بريفي 31 جونفي مدونا ما مدوناش. ألور درنا هاد لاسومبلومون والحمد لله سي بيان باسي، لقانا الدي جي استقبلنا بصفة يعني محترمة. وزيد بون لانفورماسيون قلناها، قال لك فيفري ان شاء الله دي سي فان فيفري يتليفر ان شاء الله السيت، وهاد لو روتار اللي دو على جليزان اوبيري اللي صراو. التصريح الاخير لوزير السكن والعمران والمدينه بشان توفير اغلفه ماليه كافيه لطي ملفات عدل 1 و2 بعث بالكثير من الامل لالاف المكتتبين للخروج من كابوس الانتظار.